اليوم راح نعمل ردة فعل على تحدي من تحديات اللي منتشرة هلا بالتيك توك، تحدي الرقصة الهندية. صراحة أنا شفت مقطع منها وعجبتني الرقصة، يعني مع الموسيقى بتجي هيك، فدورت على اليوتيوب إذا كان في تجميع مقاطع هدول، فلو لقيت فراح نعمل هلا تحدي. فراح نعمل ردة فعل وأقولكم على كل واحد رقم وأنتم بتقولوا تحت أحسن واحد عمله. بس قبل ما نبلش، هات صلوا على سيدنا محمد وتفعلوا زر الجرس. لازم تفعل زر الجرس لأنه أنت بتجي عند انستغرام تقول لي إمتى تنشر فيديو أنا كمان نشره، تمام؟ فعل زر الجرس وتأكدوا إنكم فعلونا لأنه عم بنشر يوم أي يوم لا. لا تنسى الاشتراك وأهم شيء اللايك لأنه هذا الشيء بحفزني أستمر وأكمل وأنزل يوم أي يوم لا. يلا طولنا عليكم، خلينا نبلش الفيديو. كيفك يا جلادين؟ فنبلش على بركة الله. هاي هي الموسيقى. طيب هذا رقم واحد، تمام؟ شوف شو بتجيك على الموسيقى، بومباستيك. هاي رقم اثنين، عم بقولكم الأرقام عشان تكتبوا لي تحت اقوس واحدة سويتها أو واحد. أوه مع اثنين هاي. هاي رقم ثلاثة، هل قبله قبله حلو كان ها؟ هاي عم عدموها ما عم تعرف. هاي شكلها هندية رسمي. اوه هاي اتقنتها حاليا اكثر شيء لانه هي لازم هيك تسبح في مجاريها. هذا رقم خمسة. بينتو هدول العرب. هذيك لازم تعمل لها هيك تسبح. يا مال الشامية هي صعبة الرقص. هاي رقم ستة. اوه هذا حلو. هاي ما اشوف شيء، هذا حلو. رقم سبعة. خجلانين مثلا؟ تترقصوا هلا، يعني خجلانين. ها دول غير شيء. هاي تشكت، هذيك سبحت هيك، هاي تشكت. هذا رقم ثمانية، مبين هدول جماعة الدولة ولا؟ هاي صغيرة هيك. أنت ايش عم تسوي هون عمو؟ كبيت الوسخ؟ هذول عرب بي، عرب هذول، بي ترى عرب. هذا رقم عشرة. هذاك عم بيعزف على أساس. أوه حجي، وهيك لازم سوا، تمام؟ واحد هيك، واحد هيك، نو، ذيس إز نوت فاكينج رقصة الهندية. هاي رقم 11. والله مز. بحياة امك يا الله. هيك ربك بيض. كمل. هاي رقم 12. تعا مع ابوي. حلو، هذا حلو، هاي فكرته حلوة. موز. هاي نفس هذيك، هاي سويتها كمان صح، بس هذوليك اللي احلى حسيتهم. انتوا اعطوني رايكم بعدين. هاي رقم 14، لا تنسوا. ايش بقى؟ يعني تاكلي بيض؟ ايش في حجي؟ هدي شوي. كعبة اطول من مستقبلي يا عيال. والله العظيم كنت كعبة اذا حطيته بمستقبلي بنخاف اين انت ايها المستقبل؟ هل اراك هنا؟ اين دورة؟ انا لا ارى كعبك يخرب من على الرومك.
بيض. هذا رقم 16. تذكروا يا عيال. شو هذا؟ اوه هندي اصيل انت. شوفوا عشان بتعرفوا احذروا التقليد. هذا هندي اصيل والوراه هندي اصليه والرقصه هنديه. اذا this is for he for she for fucking ايش كان they is not english mother. ايش هو هذا؟ ها بينته كان سعودي انه عربي. ايش هو بزع الطيور يا عيال. كمل كمل. لا طاطا في ناس مالهم في امه. هاي رقم 18. نعم طحطح. وش ذا؟ هذول بينت العرب. حجي هاي هيك مو اطير وارفرف بالهواء تمام واطير وارفرف في السماء مو لا نو ذيس از نوت اطير وارفرف في السماء ذيس هيك اوكي اوكي. التشغيل مشهد بومباستيك ها اوعك تعيدية بعرفك نعم طعطع ايش فيك. هاي رقم 21. هاي هندية يوان. خلص الفيديو. هاي اخر واحدة رقم 21. يا عم شو هيكون نعمله خلينا نعمله يا عيال. ما ضروا تشوفوا وجهي تمام لانه معبر او صعب اصور وجهي زق بالاخير. شوفوا بس جسم. شوفوا الجسم تمام. خلينا نشوف. والله زق يا زرجة. اقول لك عيني اني بورلي منانا اني بورلي مكون بورولي امورلي ما بعرف اوصي يعني معناتها. طيب يا جلدي هونكم وصلت نهاية هذا المقطع. اذا بتكون جزء تاني في كتير تحديات باليوتيوب اخر شيء نحن بنعمله كمان. اذا بتكون جزء تاني انزلوا وسووا لايك خلينا نوصلوا 2000 لايك اذا نزل كل وسوى لايك بس وصلوا 2000 لايك. وصلوا 2000 لايك وقولكم علي جزء تاني عن قريب. طبعا وفعلوا زر الاشعارات لانه بعد بكره في فيديو جديد راح يكون فيديو نار. بتمنى تكونوا استمتعتوا بالفيديو كما كنت نور الدين من قناة نور مار 5. سلام يا جلادين. بيس.